السي عزيز اللي محنا كبيرة باش وصلنا لواحد الاتفاق، كنشكرو بزاف وشرف لي باش ندافع على فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي كبير، وان شاء الله كنتمنى باش نحققو واحد الانجاز كبير مع هاد العام هادي، العام هذا باش نعوضو السنة اللي دازت ان شاء الله يكون الخير. سي كريمة، انا درتها في واحد التدوينه لانه ما كان سهل باش نوقع مع انكازي، جلسنا المره الاولى والمره الثانيه وخطبنا وهذا، ولكن انا تنقرا ليه العذر لانه لقات عنده فلوس ومستحقات ماليه من المكاتب اللي سبقات انا تصيدت فيها المفاوضات معاه، انا كنقول غنجي وهذا، ومن حقه انه يدافع على رزقه، انا طمأنته وكما قلت باش ما يقولوش ياك ما تيهضر ولا تيقرقر علينا، راه الشيك ديالي هو اللي كان حسن باش نطرقوا هذه المساله هذه. انا تنعرف القيمه الفنيه والقيمه الرياضيه ديال المكعازي في وسط الميدان ديال الرجاء، تجربه كبيره مغرب تطواني ومع السنوات اللي دوز الرجاء، هو تيقول لك انا رجاوي نبقى في الرجاء والله ما نبدلها، ولكن انا عندي مستحقات عندي مسؤوليات ما خصنيش نضيع فيهم، وكان كيقطع راه باش وقعت معاه وهذوك عاوتاني اللي قالوا راه حفيان، وقعت معاه سيدي في الجولف، جا عندي كنت نلعب الجولف واحد الوقيته قلت ندير واحد البوز تما سنيت معاه، راه ما تنسنيوش على حفيانين باش نكونوا عارفين. مرحبا بك، وانا عارف غتكون كذلك قيمه مضافه للفريق الرجاء الرياضي العالمي، نتمنى لك حظ موفق، وكنتاكد بانه تجربتك مع الرجاء هي اللي غادي دير داك لا سودور داك اللحمه مع العناصر الجداد واللي جاو